بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير. إن شاء الله تعالى سنبدأ بأول دروس خط الرقعة. قبل كل شيء علينا أن نتعرف على كيفية مسك القلم بأصابع اليد. طبعا مسك القلم بأصابع اليد يجب أن يكون بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والسبابة والوسطى. بهذا الشكل نلاحظ مع بعض، بهذا الشكل، هذا الإبهام وهذه السبابة، وترتكز على الإصبع الوسطى. طبعا الإصبعين الأخريين يجب أن ترتكز على الصفحة حتى تكون اليد مرتاحة بشكل جيد. نبدأ وليكن بحرف الألف. سنبدأ بريشة أعرض حتى تكون أوضح إن شاء الله، بهذا الشكل. طبعا سنستخدم قلم شنيار بداية. هذا حرف الألف، بهذا الشكل. طبعا مقداره 3 نقاط، نقطة، 2، 3 نقاط. قبل كل شيء علينا أن ندرك أمر مهم جدا، وهو أن درجة ميل ريشة القلم عندما نضعه على سطح الورقة يجب أن يكون 45 درجة مئوية لخط الرقعة بشكل تقريبي. طبعا نلاحظ هنا أن درجة الميل تقريبا 45 درجة مئوية. أيضا ناحية أخرى في حرف الألف، كتابة حرف الألف، وهي أن حرف الألف نلاحظ يا جماعة بأنه ليس يعني عمودي على السطر الأفقي، يجب أن يميل من الأسفل باتجاه اليمين بمقدار بهذا الشكل تقريبا 0.5 نقطة. هذا حرف الألف المفرد بهذه الطريقة. أيضا لدينا حرف الألف المتصل بحروف أخرى وليكن بحرف الباء. نلاحظ بهذه الحالة أن حرف الألف، ننتبه جيدا، بهذا الشكل، واضح، نقطة، 2، 3. طبعا النقطة الرابعة، هذه 0.5 نقطة، تكتمل بهذا الشكل. خلينا نقيس بهذا الشكل، 2، 3، 4 نقاط، بهذا الشكل. ما هو السبب بأنه حرف الألف المتصل له 4 نقاط؟ هو في الحقيقة 3 نقاط لا غير، لكن هنا نلاحظ هذا الجزء، هذا الجزء هو الذي أخذ مقدار نقطة حتى لا يعني يلتبس علينا الأمر. نعيد مرة أخرى كتابة حرف الألف المتصل بهذا الشكل، بهذا الشكل. طبعا نقطة، 2، 3 نقاط، 4 نقاط. كما أسلفنا أن النقطة الرابعة ليست لحرف الألف وإنما هي لهذا الجزء حتى يتضح لنا الأمر. هذا بالنسبة لحرف الألف المنفصل والمتصل. إذن هو في الحقيقة 3 نقاط لا أكثر. أيضا ننتقل إلى حرف الباء. وقبل أن نبدأ بحرف الباء يجب أن ندرك أمر، أن الباء المتصل في البدء، في بداية الكلام باتصاله بأي حرف، يجب أن ندرك أنه فقط يتميز بالنقاط مع وليكن الباء، التاء، الثاء، النون، الياء. بالبداية حرف الباء المتصل في البدء يعني مثل التاء، مثل حرف الثاء، مثل النون، مثل الياء، كلها في البداية تشبه بعضها، وما يجعلها تختلف عن بعضها هي النقطة.
ننتبه بشكل جيد. حرف الباء مع الألف ذكرناها بهذا الشكل، ويوجد أيضا شكل آخر ننتبه. بهذا الشكل، وهذا الباء أيضا هنا نقطة واحدة حتى تكون واضحة، أيضا نقطتين من هنا، وأيضا كما نعلم هنا نقطة، اثنتين، ثلاث نقاط، أربعة نقاط. هذا حرف الباء طبعا له شكلين، نلاحظ أنه أول شكل له خط أفقي مستقيم مائل قليلا إلى الأسفل، وهو هو هذا الشكل المتضح لدينا في الصورة حتى يتبين لدينا الحرف. نستخدم لون آخر عسى ولعل يتضح هذا الشكل، هذا هو الجزء، هذا الجزء نلاحظ أنه خط أفقي مستقيم مائل قليلا إلى الأسفل، نلاحظ أن له ميلان قليلا باتجاه الأسفل وهو واضح. الشكل الآخر وهو يبدأ برأس مثل بداية الصورة الثانية التي واضحة أمامنا بشكل جيد، له رأس، وهذا الرأس هو عبارة عن نقطة، عبارة عن نقطة واحدة فقط. هذا الشكل الثاني للباء المتصل، طبعا بأي حروف؟ الباء المتصل هنا بالأحرف الصاعدة، طبعا الأحرف الصاعدة ما هي الأحرف الصاعدة؟ حرف الألف، حرف الكاف، حرف اللام، حرف الهاء وليكن، طبعا الهاء الممتلئة كما نسميها، هناك شكلين للهاء، الهاء الممتلئة والمرسلة، ومع اللام. بشكل عملي نلاحظ مثلا حرف الباء مع الكاف بهذا الشكل، بهذا الشكل، هذا الشكل الأول لحرف الكاف. الشكل الآخر، طبعا الشكل الأول نلاحظ أنه هنا نقطتين، مقدار نقطتين، هنا إلى هنا مقدار نقطتين، أيضا حرف الكاف هذا الجزء منه هو عبارة عن 4 نقاط، هذا الجزء عبارة عن، أو هو الألف وليكن، هو عبارة عن 4 نقاط. طبعا هنا لاحظ هذا الفراغ ما بين الألف وكمالة حرف الباء، أو يعني لو أردنا أن نسميها جزء هو حرف الباء. بهذا الشكل. أيضا الكاف له شكل آخر، الباء مع الكاف له شكل آخر بهذا الشكل، جزأنا بهذا الشكل. نلاحظ هنا بأن الباء المتصل مع الكاف له عدة جوانب. أولا هنا لدينا هذا الجزء كما أسلفنا بمقدار نقطتين، هذا الجزء أيضا الألف مقدار 4 نقاط مع نهايته. طبعا هنا نلاحظ هذا الفراغ ما بين الألف وكمالة حرف الكاف بهذا الشكل. أيضا نلاحظ هنا
هذا الفراغ بشكل، أيضا لدينا هذا الجزء هنا عبارة عن مقدار طبعا من هنا إلى هنا، هذا عبارة عن مقدار تقريبا نقطتين. هنا اتضح لدينا حرف الباء مع حرف الكاف. طبعا نلاحظ أن له شكلين، هذا الشكل الأول، والشكل الآخر كما ذكرنا بهذه الطريقة عندما يكون للباء رأس بمقدار نقطة، وهنا يتصل بالكاف بهذا الشكل. لو أردنا أن نكتبه مرة أخرى، بهذا الشكل. الشكل الآخر هذا جزء حتى تكون واضحة. طبعا هنا نلاحظ أن الكاف بهذا الشكل هو عبارة عن عدة أجزاء. أول جزء منه حتى يكون واضحا بشكل جيد هو عبارة عن حرف الباء متصل بهذا الجزء البسيط الذي هو مقدار نقطتين، بالإضافة إلى حرف الدال، حرف الدال. لكن نلاحظ هنا أنه في يوجد فيه هذا الميلان بهذا الشكل، طبعا لا ننسى هذا الجزء، هذا الفراغ هنا أيضا نلاحظ هنا أنه مقدار نقطتين، هذا الجزء هنا نقطة واحدة، وهنا 4 نقاط. هنا يتضح لدينا بشكل واضح حرف الباء مع حرف الكاف، الحرف الصاعد. ننتقل أيضا لجزء آخر منه، وهو الباء مع حرف اللام من الأحرف الصاعدة بهذا الشكل. أيضا كما أسلفنا أنه بشكلين، خط أفقي مستقيم مائل قليلا إلى الأسفل، وإما أن يبدأ برأس مثل بداية الصورة الثانية. الشكل الأول نلاحظ الباء مع اللام بهذا الشكل، صعدنا فوق السطر نلاحظ هنا بهذا الشكل. طبعا هنا الباء مع اللام، نلاحظ أمر مهم جدا أن هذا الجزء منه عبارة عن نقطة واحدة، وهذا الجزء أيضا عبارة عن نقطة واحدة. أيضا هنا مقدار تقريبا يجب أن يكون مقدار نقطتين لنفترض حتى تكون واضحة، نقطة اثنتين نقطتين. طبعا هنا داخل حرف اللام عبارة عن نقطتين أيضا بهذا الشكل. كما يتضح لدينا الباء مع اللام أيضا له شكل آخر كما ذكرنا، أن يبدأ بحرف صاعد، عفوا برأس حرف الباء بهذا الشكل.
هنا نلاحظ أنها أصغر قليلا. نعيد مرة أخرى. طبعا هذا الشكل حرف الباء مع اللام، هنا نقطة، وهذا الجزء نقطة أيضا، هنا نقطة كما تكلمنا، طبعا هنا نقطتين، هنا نقطتين، واضحة تماما. نعيد هذا الشكل الباء والتي تبدأ بخط أفقي مستقيم مائل قليلا إلى الأسفل كما ذكرنا، مع اللام، نعيدها بشكل مرة أخرى بشكل أوضح. بهذا الشكل طبعا هنا نقطة، نقطتين، هنا أيضا كما نلاحظ نقطتين، هنا أيضا نقطة، وهنا نقطتين. هذا بالنسبة للباء مع حرف الكاف وحرف اللام، أتوقع أنه قد اتضح بشكل جيد. طيب، ننتقل إلى كتابة حرف الباء أو التاء، الثاء، النون، الياء. كما ذكرنا هذه الأحرف كلها تشبه بعضها، وما يميزها عن بعض هي النقط فقط. نبدأ بالسطر بداية. بهذا الشكل. طيب، الآن نبدأ بالباء مع اللام. قبل كل شيء، الباء مع اللام أيضا لها شكلين، بالشكل الأفقي المستقيم المائل قليلا نحو الأسفل، هذا شكل نلاحظ بهذا الشكل هنا، أيضا بهذا الشكل نهايتها ترسم رسم. هنا بهذا الشكل حرف الألف هنا عبارة عن نقطتين، وهنا نقطتين. طبعا الشكل الآخر منه عندما يكون للباء رأس بهذا الشكل، بهذا الشكل، طبعا هنا نقطتين، وهنا نقطتين، هنا هذا الجزء كما ذكرنا نقطة، هذا الجزء نقطتين، نهاية الحرف ترسم رسم بهذا الشكل. هذا بالنسبة لحرف الباء المتصل مع الألف والكاف واللام واللام. أيضا مع حرف الهاء، ننتبه بشكل جيد، مع حرف الهاء بهذه الطريقة، هنا أيضا بهذا الشكل، نعيدها مرة أخرى.
بهذا الشكل. هنا نلاحظ نقطتين، أيضا هنا مقدار نقطتين، وهنا كما يتضح لدينا بهذا الشكل. بمقدار نقطتين بهذا الشكل. هذا حرف الهاء الممتلئة، هذه الهاء الممتلئة. ننتقل أيضا لكتابة حرف آخر، وهو الباء المتصل بحرف أفقي، سواء كان مجرد نقطة، عفوا، الباء المتصل بحرف أفقي هو عبارة عن مجرد نقطة لا أكثر تتحرك باتجاه اليسار بهذا الشكل. قبل أن نبدأ نضع السطر بهذا الشكل، نحافظ على توازي الأسطر أثناء عملية التسطير. حرف الباء بهذا الشكل، نلاحظ الشكل جيد، وهو كما ذكرنا عبارة عن نقطة، هذه نقطة. أيضا بهذا الشكل حرف الباء، طبعا حرف الباء كما نعلم ثلاثة نقاط بهذا الشكل، هذا حرف الباء طبعا وهو حرف أفقي. إذا نقول مرة أخرى أن الباء المتصل بحرف أفقي، هذا الباء يتصل بحرف أفقي، هنا هو عبارة عن مجرد نقطة واحدة تتحرك إلى اليسار لتتصل بما بعدها، وقد تكون إما مستقيمة وإما مقوسة قليلا. هنا هذا مستقيمة، أيضا هنا نلاحظ أنها مقوسة قليلا. طبعا ذكرنا هنا ثلاثة نقاط، وهنا نعيد بشكل واضح، نلاحظ هنا التقوس قليلا، وهي كما ذكرنا مجرد نقطة واحدة، هنا أيضا نقطة واحدة، وهنا ثلاثة نقاط. هذا حرف الباء مع الباء أو التاء أو الثاء الأفقي. أيضا نشرحها مع حرف الدال وحرف الراء بهذا الشكل. نهاية حرف الدال ترسم رسم بطرف القلم بهذا الشكل. شكل آخر مع حرف، طبعا حرف الدال هنا ينبغي أن ننتبه، هنا مقدار نقطة، أيضا هنا نلاحظ أن نهاية الدال عن بدايتها مع حرف الباء واضحة بشكل جيد. أيضا هذه المسافة لحرف الدال هي عبارة عن نقطتين، بمقدار نقطتين. نعيدها بشكل آخر بشكل جيد مرة أخرى، حرف الدال الباء مع
مع حرف الدال، ذكرنا أنها ترسم رسم. الآن حرف الدال، حرف الباء مع حرف الراء بهذا الشكل، نلاحظ نقطتين، أو نعيدها مرة أخرى، نقطتين وهنا نقطتين، نعيدها. ترسم رسم نهايتها. نلاحظ هنا أن هذا الجزء عبارة عن نقطتين، وهذا الجزء أيضا عبارة عن نقطتين أيضا. هذا حرف الباء مع حرف الراء ومع حرف الدال، والتي هي من الأحرف الأفقية. فذكرنا إما أن يكون مستقيما بهذا الشكل، وإما أن يكون مقوس قليلا. نلاحظ هنا ذكرنا أنه يعني مستقيم واضح، وهنا مقوس قليلا. هذا مع حرف الدال كما ذكرنا، ومع حرف الراء. ننتقل أيضا إلى كتابة حرف الباء مع حرف النون. نلاحظ هذا الشكل، بهذا الشكل. طيب نعيدها مرة أخرى، بهذا الشكل أيضا مع حرف النون بالشكل الآخر، بهذا الشكل. لاحظ هنا أن حرف الباء مع النون مقدار طبعا نقطة، وهنا بمقدار نقطتين. هذا حرف الباء مع حرف النون بالشكلين. هنا نلاحظ أن من هذا الجزء إلى هنا عبارة عن نقطتين أيضا، حتى تكون الصورة متضحة بشكل جيد. أيضا الباء مع الهاء بهذا الشكل، حتى نكون قد انتهينا من الجزء الثاني بهذا الشكل، عبارة عن نقطة بهذا الشكل. نلاحظ هنا كما ذكرنا أن هذا الجزء عبارة عن نقطة واحدة مع الهاء المرسلة. هذه الهاء نسميها هاء مرسلة. أخيرا حرف الباء مع حرف الجيم ومع حرف مع حرف الجيم ومع حرف الميم ومع الهاء الوسطية. ننتبه بشكل جيد كيف تكتب الباء. هذا الجزء الأخير من درس اليوم، وهو الباء مع الجيم. سطر قبل البدء بالشرح. بهذا الشكل نحافظ على التوازي بين الأسطر. الآن نبدأ بكتابة حرف الباء أو التاء أو الثاء أو النون أو الياء مع حرف الجيم. ننتبه بشكل جيد بهذا الشكل، عبارة عن
قوس، واضح شكل القوس، بحيث يتناسب مع الحرف الذي يأتي بعده. طبعا هذا الشكل من القوس يتناسب مع الجيم، مع الحاء، مع الخاء، مع حرف الميم، مع الهاء المعلقة. ننتبه بهذا الشكل. طبعا هنا نهاية حرف الجيم يجب أن ترسم رسم. حرف الجيم هنا هذا الجزء منه عبارة عن نقطتين وهذا طبعا هنا دار يعني خارج عن بدايته. أيضا لو أردنا أن ننزل بشكل عمودي نلاحظ هنا أن الجزء الداخلي هو عبارة عن نقطتين، هذه نقطة وهذه نقطة، والجزء الخارجي عبارة عن نقطة واحدة فقط. هذا بالنسبة للباء والتاء والثاء والياء والنون مع حرف الجيم، أيضا مع حرف الحاء ومع حرف الخاء بهذه الطريقة. طبعا نعيدها مرة أخرى. نعيدها مرة أخرى. ننتبه. كتابة الحرف إذا قلنا نبدأ بقوس بهذا الشكل. طبعا ذكرنا قلنا أن لو نزلنا بشكل عمودي نلاحظ أن هنا لدينا نقطتين وهنا النقطة الأخيرة. طبعا قلنا هذا الجزء عبارة عن نقطتين، لاحظ أن البداية تختلف عن هذا الجزء منه. هذا مع حرف الجيم. ننتقل لكتابة حرف الباء أو التي هي على شكل قوس مع حرف الميم بهذه الطريقة. ننتبه هنا القوس واضح تماما، حرف الميم. طبعا سواء ذكرنا الباء، التاء، الثاء، الياء، النون مع حرف الميم تكتب بهذه الطريقة. هنا نلاحظ بمقدار طبعا نقطة هذه المسافة، أيضا هنا بمقدار أيضا نقطة هذا الجزء منه، أيضا هنا بمقدار نقطتين كما نشاهد. هذا مع حرف
الميم. أخيرا مع حرف الهاء بهذه الطريقة. القوس، بهذا الشكل. أتمنى أن يكون قد اتضح بشكل جيد. هنا في هذه الحالة نلاحظ مقدار نقطة، وهنا بمقدار هذا الجزء منه بمقدار نقطتين. نعيد مرة أخرى. بهذا الشكل نعيد، نلاحظ وهنا قد انتهينا من حرف الهاء مع الباء ببداية الكلمة. أتمنى للجميع إن شاء الله تعالى التوفيق والنجاح. المهم جدا في هذه المرحلة يعني التركيز على موضوع الاستمرارية في التمرينات، حتى إن شاء الله تعالى نتمكن من كتابة الحرف بشكل جيد وننتقل خطوة أخرى إلى الأمام. أتمنى لكم التوفيق، بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.